لدرجه ما انا زهقت خلاص، قصير غامق. وبعدين فقلت لا خلاص لازم اطول شعري، لازم اعمل، والناس كتيره تنصحني غيري غيري غيري، فقررت ان انا اغير. بس انتوا عندكم ميكس دلوقتي الاكستنشن والبواريك والكلام ده كله غير الدنيا تماما. اقول لك سر؟ لا خلاص ما اقولكش. شايف انا شايف. ماشي. ايه يعني فوليوم ولا طول؟ شفت انا بقيت افهم في. برافو عليك. الاثنين. عامله الاثنين. تخلي نفسك قاعده جوه النقاب ده. انت دلوقتي جوه. قولي لي انت حاسه بايه؟ حاسه ان انا في سجن. شايفه ايه؟ مش شايفه اي حاجه. طب الناس شايفه ايه؟ والناس مش شايفه اي حاجه، شايفه كتله سوداء. بيصعبوا عليكي اللي بيلبسوا خالص؟ لا ما بيصعبش عليا، اي حد بيختار اي حاجه. ليه صعب؟ ولا من الحر اللي هم عايشين فيه جوه خالص؟ ما هو ده خيارهم. انا بحترم. بص هقول لك على حاجه، انا بقول اللي بيشبهي واللي بيعبر عني، واللي مش شبهي بقول لك لا ده انا مش هعمله. بس كل واحد حر في خياراته، هو اللي هيدفع ثمنها في الاخر. ما بحبش ان انا احاكم حد، ما بحبش اقول لك ان انا ما بحبش اللي بيلبسوا كده، ما بحبش. كل واحد حر. انا مش مستحيل تلبس. مع احترامي لا، ممكن اتحجب يوم ما، بس لا مش هلبس نقاب. لكن ممكن في يوم من الايام تحجبي؟ ممكن. انت اللي هتعوزي مثلا ولا ممكن حد يطلب منك؟ جوزك طلب منك ده قبل كده؟ لا لا ما حدش بيطلب مني. عمره ما يطلب منك؟ لا 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 خالص. انا ممكن في مرحله ما اعرفش، بقول لك دلوقتي ما فكرتش في الموضوع، ممكن في لحظه معينه افكر في الموضوع ده، بس مش النقاب. لما